عاد مهرجان الهجن لمدينة العريش مرة أخرى، وشارك في هذا السباق عدد من الهجن المدربة من مختلف المحافظات وسط أجواء الاحتفال بعيد تحرير سيناء. واختتم السباق بحضور مميز لأطفال فلسطين الذين عبروا عن فرحتهم بهذه الأجواء لمحاولة التخفيف عنهم، كما وجهوا الشكر لمصر على ما قدمته لهم من دعم ومساندة خلال إقامتهم في مدينة العريش. وصل سباق الهجن لمرحلته الأخيرة بعد انطلاق الشوط النهائي من السباق الذي أقيم في نادي الهجن الرياضي بمدينة العريش، وسط حضور كبير من محبي هذا السباق وأهالي سيناء ليشهد ختام السباق توزيع الجوائز على الفائزين. بهذه المناسبة ونحن اليوم في هذه الفعاليات وهذا الملتقى الكبير، الملتقى الجامع الشامل، الملتقى الذي تمعت فيه القبائل سيناء قاطبة وقبائل وجه بحري والصعيد جاءوا إلى هنا اليوم للمشاركة أيضا في سباقات الهجن، وأيضا للمشاركة في العيد القومي لسيناء العيد 42 لتحرير سيناء. اليوم التقت كل الأطياف، يعني جينا من آخر الدنيا عشان نشارك في المهرجان العريش، مهرجان غالي علينا الحمد لله، والاستلام الكاس من سيادة الوزير دي حاجة كبيرة عندي بالنسبة لنا. يعني مهرجان العريش ده مهرجان لي طعم خاص عند البدو كلهم، الحمد لله على التوفيق من ربنا الحمد لله. شارك في هذا السباق عدد من الهجن المدربة من مختلف المحافظات وسط استعدادات خاصة للمنافسة، ووسط أجواء من الفرحة رسمتها العروض الفنية التي أقيمت على هامش السباق ليستمتع الحاضرون بأجواء الاحتفال بعيد تحرير سيناء. هذه الرياضة الرياضية المهمة اللي هي للحفاظ على التراث العربي الأصيل، ونشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم لهذه الرياضة رياضة الآباء والأجداد وهي رياضة البادية. غنيت النهاردة في سباق الهجن وأنا وفرقتي فرقة السواحل، وطبعا كل سنة ومصر كلها بخير وسيناء بخير، وعيد سيناء عيد تحرير سيناء طبعا، وبنحيي كل القائمين على المهرجان. ختام السباق شهد حضورا مميزا لأطفال فلسطين الذين عبروا عن فرحتهم بهذه الأجواء لمحاولة التخفيف عنهم، كما وجهوا الشكر لمصر على ما قدمته لهم من دعم ومساندة خلال إقامتهم في مدينة العريش. عاد مهرجان الهجن لمدينة العريش مرة أخرى بعد تطوير مضمار الهجن في هذا النادي الذي يؤكد على عودة الاستقرار والتنمية لسيناء في كل القطاعات.